الألم والتعب وشعور بالمرض يدعو الكثيرين للجوء إلى الدواء دون مرجعية، وباتت استشارة الأقارب والجيران في الحالات المرضية الطارئة تقليدا اجتماعيا دارجا خلال هذه الأيام. ما مدى خطورة ذلك ومدى أهمية استشارة الأختصاصيين؟ الدكتورة سارة خليل، الدكتورة في بالصيدلة، ستحدثنا اليوم عن الأخطاء الشائعة بالتعامل مع هذه الحالات. يسعدنا لك، يسعد صباحك دكتورة سارة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيكم، سعد صباحكم. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يعني موضوعنا اليوم كتير مهم، خاصة كتير من الأشخاص ممكن يتناولوا أدوية بدون الرجوع لطبيب اختصاصي. حتى موضوع النشرة الموجودة ضمن الأدوية ممكن كمان ما يشوفوه أو يعرفوا هيدا الدواء ليش عم ياخده. بدنا نحكي أكتر بهيدا الموضوع اللي هو يعتبر من الأخطاء الشائعة. طبعا هلأ ما في أي معلومة لو كانت بالنشرة الدوائية المرفقة بتكون كافية أو بتغني عن استشارة الطبيب. استشارة الطبيب أو الصيدلاني هي ما في أي شيء بيغني عنها. أكيد كل دواء رح يكون مرفق بنشرة دوائية بتكون هي شاملة فيها التركيب وآلية التأثير، حركية الدواء، الاستطبابات، الكونترا انديكيشن، السايد افكتس، لكن أكيد ما بتغني عن استشارة الطبيب أو الصيدلاني. يعني مثل ما تفضلتي هو خطأ شائع، ممكن أنا أعمل سيرش على النت وبحسب الأعراض بشوف ممكن شخص ممكن أخذ الدواء، هذا أكيد شيء غلط وشائع كتير بهالأيام. يعني أو ممكن شخص أنه أنا جارتي صار معها مثل الأعراض، نفس الأعراض، فأنا بحاكيكي جارتي أنه شو أخذتي، أخذت الدواء سين من الدواء، بروح أنا باخده. طبعا هذا أكيد خطأ، المفروض الدواء ما يتاخد إلا بعد استشارة الطبيب أو الصيدلاني حصرا. تمام. هل هناك في أدوية ممكن تأثر على امتصاص الجسم لمواد معينة أو أدوية معينة؟ إيه طبعا يعني في بنسميها نحن هي مثل الادويه، مثلا ممكن عم ناخذ نحن دواء بناخذ دواء ثاني هو لحاله ثانيه، بصير في يمكن تفاعل او تضارب معين. طبعا بيأذي الجسم. هلا انا رح احكي شيء شائع، مرضى السكريين دواء الميتفورمين هو خيار، خلينا خط علاج اول لمرضى السكريين. نحن بنلجأ للمرضى السكريين لمشاركه من خافضات السكر، فدائما بيكون بغالب الحالات مرضى السكري بيكون الميتفورمين احدى هي الخيارات او المشاركات. طبعا الميتفورمين هو بيأثر على امتصاص الفيتامين بي 12، والفيتامين بي 12 هو جدا مهم لمرضى السكري. هلا مرضى السكري اوريدي عم بياخذوا بي كومبلكس اللي هو بيحتوي فيتامين بي 12، لانه بتعرفي مرضى السكري بيصير معهم التهاب اعصاب محيطيه، فجدا مهم الفيتامين بي 12 او فيتامينات بي تركيبه شامله للمرضى السكري. فالميتفورمين لما عم ينعطى هو عم بياثر مثلا على امتصاص البي 12. حتى لو انعطى البي 12 من الغذاء او فود سابلمنت بي كومبلكس فموي دواء، يعني عم بيأثر على امتصاصه. بدنا نركز شوي على هيدي النقطة، يعني انه هو مثل ما ذكرتي ممكن يأثر على يعني على امتصاص فيتامين بي 12، ممكن ايضا يأثر على نوعية الغذاء اللي نحن عم ناخذها وتعمل مشاكل بالمعدة. هلا هو بخفض مستوى الفيتامين بي 12 بالجسم. هلا حاليا صار في بالسوق الدوائية السورية فيتامين بي 12 بشكل سابلينجوال لوزنجس، حب مص تحت اللسان. هلا هون نحن بصير الامتصاص فوري مباشر للدم، هون نحن بنضمن امتصاص البي 12 كامل الجرعة. يعني حتى ممكن يأثر على مثل ما ذكرت معها على هضم الأغذية أو مشاكل بالمعدة، ممكن يصير في تضارب إذا كان في مثلا نوعين دواء أو هيك قصص. هلا طبعا اكيد في كثير تداخلات دوائيه بتصير، اذا بدي احكي فيها هي بحر. فنحن دائما المفروض، لهيك انا مثل ما سبق وقلت انه المفروض يتاخذ الدواء بعد استشاره الطبيب او الصيدلاني. تمام. يعني مثلا البي 12 مو بس الميتفورمين بيأثر على، انا حكيت لكم شيء شائع انه يعني كرمال مرضى السكري، بتعرف نحن السكريين التايب 2 هو مرض مزمن، فالمريض دائما عم ياخذ ميتفورمين، بده ينتبه انه كمان انا البي 12 بهم جسمي. فانا عم اقول لك صار في بالسوق الدوائيه السوريه بي 12 بشكل حب مص تحت اللسان، فهذا هو الحل الامثل لمرضى السكريين. هلا اكيد كمان البي 12 في كثير ادويه بتاثر على امتصاصه، مضادات الحموضه اللي هي بتتاخذ بشكل كبير وبشكل عشوائي كمان للاسف، موانع الحمل، مثل ما عم اقول لك في كثير تداخلات دوائيه، لهيك دائما نحن المفروض نرجع للطبيب او الصيدلاني
قبل. تماما، يعني ذكرتي انت كمثال مرضى السكري، انما في كثير اشخاص عندهم ايضا امراض مزمنه كمان هون لازم نتوجه لإلهم. تماما، انه ما كمان ما ياخذوا ادويه من تلقاء نفسهم، يعني اجتهاد شخصي. اكيد لا، اكيد اذا نحكي شوي بموضوع الكورتيزون اللي هو جدا شائع بعده علاجات لامراض معينه، بيكون علاج سريع انما له يمكن اثار جانبيه كثيره، بدنا نحكي بهيدا الموضوع اكثر، ممكن نحن نقدر نتفادى هيدي الاثار على جسمنا؟ هلا انه نحن نقدر نتفاداها، لا ممكن نحن نتجنب نوعا ما مخاطر الكورتيزون. هلا الكورتيزون مثل ما هو شائع فعلا هو له اثار جانبيه سلبيه، لكن يا ريت لو نذكرها لهيدي الاثار كمان السلبيه اللي ممكن تحصل مع الشخص في حال اخذه مشان ما يخاف او يعرف. تمام. انه منه. اوكي. مثل ما كنت عم اقول انه هو بيسبب اثار جانبيه، لكن كمان وقت اللي نحن بنلجا للكورتيزون فهو رح يكون الصوره الاكبر بالعلاج. ما في بديل، ما في غنى عن الكورتيزون، يعني احنا بنعمل مثل ميزان، فالكفه الراجحه بنقدر نوعا ما نهمل الاثار الجانبيه السلبيه امام الفائده المرجوه من اخذ الكورتيزون. هلا كيف بنقدر نحن نتجنب الاثار السلبيه الكثيره؟ ممكن نحن نلتزم، الالتزام جدا مهم. اخذ الكورتيزون هو موضوع كثير دقيق ويستوجب مننا الحرص، انه انا وقت اللي بدي اعطي الكورتيزون المفروض المريض ياخذ الكورتيزون بدقه، التزام بالجرعات وبالاوقات المحدده. المريض اذا كان ممكن يحس بتحسن بالاعراض ممنوع ابدا انه يوقف الكورتيزون من قراره نفسه، المفروض يرجع للطبيب، لانه الطبيب او الصيدلاني ممكن يوقف له اياه بشكل تدريجي. طبعا الكورتيزون حصرا هو رح يكون تحت استشاره الطبيب، رح يكون ضمن وصفه للطبيب، خاصه لما بنعطى بشكل مديد، فكمان سحب الدواء رح يكون تحت استشاره الطبيب. فهي كمان ملاحظه مهمه انه ما بصير نحن نوقفه من تلقاء نفسنا. هلا في كمان نحن ممكن نلتزم بنظام غذائي صحي، لانه الكورتيزون من احد الاثار الجانبيه حضرتك كنت عم تساليني هو بسبب سمنه، لانه هو بيعمل احتباس بالسوائل بالجسم فبسبب سمنه ممكن تورم ببعض المناطق. طبعا هيدي الاثر هو كثير مزعج، يعني ان كان خاصه للنساء او للرجال يعني. فأنا وقت اللي عم بعمل نظام صحي غذائي أنا وعم أخذ الكورتيزون بشكل مديد نوعا ما عم بقدر اتجنب السمنة اللي ممكن يسببها. بنفس الوقت كمان أثر جانبي سلبي له هو بيسبب وجع بالمعدة، تقلصات، إمساك. كمان أنا وقت اللي عم أعمل نظام صحي غذائي عم بتفادى الأثار اللي ممكن يسببها على المعدة، لأني أنا وقت اللي رح أعمل نظام غذائي صحي رح أبتعد عن الوجبات الدسمة اللي هي ممكن تأذي المعدة أو تسبب تقلصات أو إمساك، فهيك أنا كمان بخفف من الأثر الجانبي للكورتيزون. طبعا أكيد بدي دائما استشير طبيبي أو طبيب العظمية كرمال صحة العظام بعد فترة طويلة من ما أنا أخذ فترة طويلة، يعني علاج مديد للكورتيزون تحديدا. فأنا كمان بدي أشوف طبيب العظمية مشان صحة العظام. تمام. هلا إذا بدنا نحكي نحن بموضوع جدا أيضا من الأخطاء الشائعة يعتبر بالمجتمع وكثير متداول، موضوع مدة صلاحية الدواء. يعني كثير من الأشخاص بيقولوا إنه مثلا خلصت مدة صلاحيته إنه يلا لسه معه 6 شهور أو 8 شهور نقدر نحن ناخذ هيدا الدواء. هيدا الشيء ممكن يكون سليم أو صحيح أو ممكن يأثر كمان بشكل سلبي على الجسم؟ هلا عزيزتي هو انه يأثر بشكل سلبي لمدة 6 شهور فيني اقول لك لا، هو بتخف المادة، بتخف فعالية المادة الدوائية. اما انه سمية او انه لمدة 6 شهور ما فيني اقول لك امن. هلا انا من عندي ما بنصح انه يتاخذ بعد انتهاء مدة الصلاحية ابدا. تمام. يعني تمام. اذا بدنا نحكي عن الصادات الحيوية، هل من الممكن انه ناخذها بشكل يعني اذا كانت الاعراض دائما معروفة او ممكن كانت حالة سابقة نحن اخذنا فيها الصاد الحيوي، ممكن نرجع ناخذها بدون استشارة الطبيب او لا؟ لا ابدا، موضوع الصادات الحيويه تحديدا المفروض نحن كثير نكون دقيقين فيها. لا تحديدا الصادات الحيويه في عشوائيه باخذ الصادات الحيويه. طبعا هذا الشيء كثير مضر للجسم، هو بالنهايه بيعمل مقاومه للبكتيريا ضد الصادات الحيويه الانتيبيوتيك اللي نحن عم ناخذها، فهذا الشيء رح يضر الجسم. خاصه نحن بدنا نكون كثير حذرين مع ضعيفين المناعه او الصغار بالعمر او المسنين.
انا وقت اللي باخذ بشكل عشوائي بالنهايه مناعتي رح تخف، البكتيريا نفسها رح تعمل مقاومه تجاه الصاد الحيوي. فانا المره الجاي وقت اللي انا بدي اكون مريضه ولازمني هذا الصاد الحيوي المعين، مثل ما عم اقول لك صار في البكتيريا نفسها صار عندها مقاومه ضدها، فانا وقتها رح ازيد فتره العلاج، رح ضيق الخيارات المتاحه للطبيب بالصادات الحيوية. طبعا لأنه الصادات الحيوية الطبيب حسب مكان الإصابة حسب نوع البكتيريا، ممكن يكون التهاب فيروسي ما في داعي يتاخد أنتيبيوتيك، ممكن يكون يتجه هو للمضادات الفيروسية، فلهيك أبدا ما بصير ناخد صادات حيوية بشكل عشوائي، هذا الشيء كثير مضر للجسم. طبعا ويعتبر ايضا من الاخطاء الشائعه انه اي حدا حس بالتهاب معين انه فورا ممكن هذا الالتهاب اللي عم تحكي عنه يكون فيروسي، انت ما مانك بحاجه ابدا الصادات الحيويه، ومع هيك تاخذي مره طبعاً. على مره انت عم بتخففي مناعتك ضد اتجاه تماما. موضوع المناعة جدا مهم وخاصة بهذه الفترة اللي منتشر فيها كوفيد 19، يعني لقينا كثير من الأشخاص عم يلجأوا للمتممات الغذائية، خلينا نحكي شوي بهيدا الإطار وكيف نحن بنقدر نستفيد الفائدة المثلى من المتممات الغذائية. هلا أكيد الفود سابلمنت صار جدا مهم، المناعة ما بتنبنى يعني بفترة قصيرة بيوم أو بيومين أو أني أنا أخذت شهر أو شهرين، نحن المفروض بشكل دائم سنوي ناخد الفود سابلمنت المولتي فيتامينز لحتى نحن نضمن أنه أنا أخذت الحاجة اليومية من الفيتامينات. مثل ما شفنا نحن هلأ مثلا بالكورونا اللي هو تصنف وباء عالمي ولهلأ ما في بروتوكول علاجي معين قدروا يثبتوا عليه، الأهم شيء كان بالكورونا هو المناعة طبعاً. فلهيك أنا دائما بنصح أي شخص بكافة الفئات العمرية، الأطفال الشباب المتقدمين بالعمر، المناعة هي أهم شيء، دائما لازم أخذ مولتي فيتامينز مثل ما عم نحكي نحن بالفود سابلمنت، صنف كامل شامل لجميع الفيتامينات بحيث أنا دائما يكون جسمي صحي وقوي وأقدر واجه أي مرض، يعني تكون جاهزة نوعا ما. بدنا نحكي عن أفضل المتممات اللي ممكن نحن ناخدها خلال العام، يعني هل ممكن مثلا يكون في بالشتاء أنواع معينة بالصيف أنواع معينة، هل ممكن ناخد نوعين مع بعض مثلا خلال طبعاً فترة واحدة؟ خلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع. أكيد نحن نتوجه دائما أنه ناخد أكثر من نوع الفود سابلمنت تحديدا، بالشتاء والخريف دائما نتوجه للأوميغا 3، الأوميغا 369 جدا مهمين. الفود سابلمنت بتنعطى طبعا أكيد كمان تحت استشارة الطبيب أو الصيدلاني، بس أنا دائما بنصح ياخدوا مولتي فيتامين بحيث يكون شامل جميع الفيتامينات والمعادن. تمام. أكيد بالختام بدنا بكلمات بسيطة نتوجه لكل اللي عم بيتابعونا هلأ مشان ينتبهوا أكثر لأثناء تعاطي أو أخذ الأدوية بحالات معينة، من حضرتك أكيد نصائح لإلهم. أول شيء بدي أتشكر قناة أوغاريت، بدي أتشكر الكادر القائم على العمل فيها، و أكيد أنا بدي أنصح مثل ما حكينا هلأ أنه ما يتاخد أي دواء أيا كان دون استشارة الطبيب والصيدلاني حصرا. وبتمنى كمان الفيتامينات جدا مهمة للجسم، دائما لازم أنا بشكل سنوي بشكل دوري استشير الطبيب أو الصيدلاني بحيث أني أنا دائما أخذ مولتي فيتامين لحتى أقوي جسمي وأقوي مناعتي ودائما تكون الصحة بأحسن الأحوال إن شاء الله. أكيد. دكتورة سارة خليل نورتي صباحنا، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. نتمنى أكيد السلامة للجميع وشكرا لوجودك معنا، يسعد صباحك. صباحكم هلا.